عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا مقرونة باللحم مفروم اللي هي يقولوا لها بات على بولونيز. اول حاجة باش ناخذ النقلة اللي باش نطيب، النقلة ولا الكسرونة اللي باش نطيب فيها، بالنص احسن ناخذوا حاجة واسعة شوية. باش نحط فيها الزيت، نحط تقريبا ربع كيس زيت، ولهنا باش نحط البصل. هذايا انا عندي راس كبير مانيش باش نحطه الكل، حتى يكفي. نقلي البصل شوية، ولهنا باش نزيدو اللحم مفروم. انا عندي 400 غرام لحم مفروم كان في الكونجيلاتير، جبتو مازال يابس شوية على ديكا يبان هكاكا. نقلي اللحم مع البصل والزيت بالكدا، وماذا بينك نقليو اللحم تكون نار عاليه هكيك باش اللحم مفروم ياخذ النار هذيك العاليه ويطيب وما يسيبش الماء نتاعو. لهنا كيما قاعدين تشوفوا قليت اللحم بالكديره واللحم قد ما نقليوه قد ما يسيب معناها المطعم نتاعو والمقرونه تجينا بنينه. لهنا باش نحط الطماطم. بالنسبه للطماطم فما اللي يعملها بالطماطم المعجونه، فما اللي يعملها بالطماطم الفريشكه، ياخذ الطماطم الفريشكه يقشرها ويرحيها، وفما اللي يعملها بالطماطم هذيا هي طماطم فريشكه مقصوصه لكن معلبه. انا لهنا باش نحط شويه منها وشويه منها، وانتوما تعملوا كيف ما تحبوا انتوما، وتقريبا راهي النتيجه هي نفسها. لهنا باش نحط مغرفة طماطم معجونة، وباش نحط تقريبا نص هكا، خليت منها شوية أكثر من نص، ونشوف يندرى تستحق شوية آخر وإلا لا. باش نكمل نحطها الكل. هي فيها 400 غرام هذي. نخلي الطماطم تتقلى بالكدا، ولهنا نقص في الغاز، ما نخليش النار قويه كيما اللي قلينا عليها اللحم، نقص في الغاز باش الطماطم تتقلى بالكدا وما تجينيش قارصه المقارونه. لهنا الطماطم هايته اتقليت او باش يفوح، باش نحط هريسه عربي. بالنسبه لهريسه عربي كان طيبوا بيض حطوا، ما طيبوش بيض تنجموا تستغنيوا عليه، اما راه يتفوح بالكدا. حط الملح، حط الكركم، ولهنا عندي ثلاثة اوراق رند، وخذيت اربعة سمون ثوم كبار رحيتهم. وراي هي الوصفه الاصليه تجي فيها طماطم، تجي فيها اسفناريا مخصوصه جويده، ويحطوا فيها زيت الكلافس. انا الحق ما نحبهاش هكيكه، كنتوما كان تحبوا تزيدوا فيها كلافس مخصوصه جويده وتزيدوا فيها اسفناريا تزيدوا تقليوها. شفت كي تقلى اللحم وياخذ لون وقتها تزيدوا اسفناريا والكلافس. ولهنا باش نحط التابل، بما انه اللحم مفروم بقري يمشي معاه التابل بالكدا. لهنا باش نمرق بشويه ماء، باش الطماطم كيكا تتحرقش معناها. زيدها رشة فلفل أكحل، ولهنا عندي الحبق. كما تعرفوا الحبق يمشي برشا مع المقارونة، كان ما عندكمش الحبق تنجموا تستغنوا عليه، وألا تحطوا شوية كليل وزعتر كيف كيف يفوح بالكدا. لهنا باش نخلي
المكونات الكل تاخذ غلوة مع بعضها. هكذا دقيقتي لهنا المكونات الكل خذيت غلوة باهية مع بعضها. باش نزيد شوية فلفل أحمر وتوا باش نمرق، ما نحطوش برشا ماء خاطر كيما تعرفوا اللحم مفروم ما فيهوش روح. في سعميتي وزيت قليناه بالكدا كيما شفتوا تقريبا كيس غير ربع هكاك زيت ماء. توا نغطيها ونخليها تطيب عقلها على نار متوسطة حتى لين تقف على زيتها. ولهنا كيما قاعدين نشوفوا الصوص تقريبا حضرت، ما نحكي لكم مش على الريحة فيوحة في دار كاملة. هيك شيحت من الماء بدات تقف على زيتها. لهنا خذيت قرن فلفل، تحبوا تاخذوا حلو ولا حار، قصيتو جويد. انا في المقارون النوع هذه يظهر لي كنقصو هكا يزيد يفوح واحسن من اللي نخليه على طول كيما في المقارونه العاديه. توا كيما شفتوا بعد ما زلت الفلفل نخلي الفلفل ياخذ غلوه مع الصوص تقريبا دقيقتين ثلاثه ونطفي عليها. سي تقريبا حضرت، نمشي نصمت المقارونه، نطيب المقارونه ومن بعد نرجع لكم نخلطوها مع بعض. وهذه المقارونه صمتها في الماء عادي وشويه ملح. انا اليوم اخترتش نعمل سباجيتي، انتم بالطبيعه تعملوا اللي تحبوا عليه. وهذه الصوص حضرت كما شفتوا، هذا هو القوام اللي يلزم تكون فيها. توا باش نخلط، انا عملت اقل من رطل مقارونه وهي الكميه هذه تمشي لنا حتى تعمل الرطل. غير انا نحب المقارونه تكون مشخشخه بالصوص بالكدا اكثر من لازم نحبها. نخلط المقارونة، ندخل هكا الصوص بالكدا وطوى كيما شفتوا خلط المكرونة، ما حطيتش الصوص الكل. نجي نحط في صحن التقديم، بالطبيعة تقدموا كيما تحبوا نتوما، تحبوا تحطوا كل واحد صحنه ولا تحطوا هكا فوق الطاولة ومن بعد كل واحد يحط وحده كيف ما تحبوا نتوما، كيف ما تحبوا تقدموها تقدموها. ونجي لهنا نزيد نحط الصوص من الفوق على ذيك ما حطيتهاش الكل هكا. هذه هي وصلتنا لليوم المقارونه، ما احكي لكم مش على الريحه نتاعها كيفاش ياسر بنينه. هذه هي وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون حصلت الاضافه. وتو مقعد لي كان نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلامه.